ما تفسير قوله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا؟ يسأل عن ولا تنس نصيبك من الدنيا. فيها قولان لأهل العلم: القول الأول تتمتع بالحلال الطيب، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قال ذلك لرجل أتاه ورأه النبي عليه السلام متبائسا، فقال عليه الصلاة والسلام: هل أتاك الله مالا؟ قال: نعم. قال: من أي صنوف المال أتاك الله؟ قال: من كل صنوف المال أتاني الله. قال: فليرى أثر نعمة الله عليك. هذا الدليل الثاني. أيضا قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها أحد يوم القيامة. فهذه الأدلة للقول الأول في تفسير قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي استمتع بالحلال المباح الطيب من غير إثم ولا قطيعة ولا غير ذلك. القول الثاني: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، اعمل بما آتاك الله لآخرتك. يا رزقك الله مليون ابن بهم مسجد للآخرة. ويؤيده أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ومن الأحاديث: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. يعني اعمل بالمال لآخرتك. والأول ليس بمدفوع أيضا، الأول لا ينافي هذا القول، فإنني إذا استمتعت بالحلال الطيب امتثالا لأمر ربي سبحانه وتعالى، امتثالا لأمر ربي ولأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ليرى أثر نعمة الله عليك، فلي وجهة صحيحة والله أعلم. والقولان صحيحان.